لاند كروزر جي اكس ار موديل 2005، راح ينزل في مزاد صفقة لمدة 4 ايام. الرجاء مشاهدة الفيديو بالكامل، نصور لكم السيارة ونذكر لكم جميع الملاحظات ان وجدت، والرجاء الاطلاع على تقرير المزاد. ويحق للمزاود المهتم الرجاء الاطلاع على السيارة قبل ما ينتهي المزاد. الموديل 2005 جير اوتوماتيك، الممشى 107000 كيلو، ماكينة 6 سلندر، جي اكس ار، جناح خلفي، داخلية مخمل يا اخوان، طبعا 4500. هذا الموتر من الخلف، راح نصور لكم الان داخلية السيارة. يوجد بعض الملاحظات على الصبغة يا اخوان كما هو واضح امامكم، ايضا كذلك عندكم بعض الملاحظات الموجودة هنا. نصور لكم السيارة، نصور لكم طبعا يا اخوان فئة الجي اكس ار المعروف عليها جير اوتوماتيك. هذه داخلية السيارة. طبعا يا اخوان المالك حاط حماية على الارضية، طبعا ارضية الوكالة موجودة امامكم ما شاء الله تبارك الله. هذه داخلية السيارة، هنا المرتبة الخلفية، وهنا الجزء الاخير. هذه الشنطة ما شاء الله تبارك الله، طبعا مقاعد يا اخوان موجودة سليمة، راح نصورها لكم ان شاء الله. ربلات الموتر سليمة ايضا كذلك، طبعا برضه هنا عندكم بعض الملاحظات البسيطة. هذه داخلية الموتر ما شاء الله تبارك الله، جيرتماتيك، طار سليمة، عندكم قطع بسيط في مرتبة السائق، هنا مرتبة الراكب، شاشة، عندكم ملاحظة في الديكور. راح نصور لكم السيارة الآن وأريكم ماكينة السيارة. طبعا ماكينة السيارة يا اخوان 6 سلندر، في حال لم يتم الرد عليك الرجاء التواصل عن طريق الواتساب. طبعا يحتاج مساعدات الكبوت، يحتاج لها تغيير. ماكينة 6 سلندر 4500. هنا أنا أريكم أدق التفاصيل في مزاد صفقة. نصور لكم السيارة الآن. عندكم يا أخوان بعض الملاحظات الموجودة أمامكم على القدام الأمامي. هذا الموتور ما شاء الله تبارك الله. عندكم أيضا ملاحظة هنا بسيطة أيضا كذلك. الآن نسوق لكم الموتر، وأي سؤال أي استفسار بخصوص المزاد أو التقرير الرجاء التواصل عن طريق الواتساب في حال لم يتم الرد عليك. ونشوفكم على خير. طيب الآن نوريكم الجي اكس ار 2005 من الأسفل. الرجاء مشاهدة الفيديو بالكامل يا أخوان، وفي حال لم يتم الرد عليك الرجاء التواصل عن طريق الواتساب. طبعا هذا الموتر من الأسفل، عندكم بعض الملاحظة الموجودة هنا، شايفين التهريب أيضا كذلك في الجزء الثاني. نحاول نوريكم أدق التفاصيل، وأيضا كذلك يحق للمزاود المهتم الاطلاع على السيارة قبل نهاية المزاد. هذه أرضية الموتر ما شاء الله تبارك الله. نحاول نوريكم أدق التفاصيل في مزاد صفقة، وتشتري إن شاء الله وأنت مطمن. هذا الموتر من الخلف، طبعا يا اخوان الاستبن موجودة. نريكم الان الموتر من الخلف من الجزئية الاخيرة، عندكم بعض الزوائد للشكمان هذه.
واي سؤال اي استفسار حياكم.